السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الخضار، إزاي أطبخه أو أكله ني، الطريقة الأصح والطريقة الصحية لتحضيره، بعد ما عرفنا أن الخضار هو العلاج لكل الأمراض. أبدأ من الأكل، اللي المنتج في بلدي في الموسم بتاعه، هو ده علاجنا كلنا وصحتنا كلنا، تبدأ من هنا وصحة أولادنا. فالخضروات هي كل حاجة تقريبا، يعني خضروات وشوية بهارات كده، ده حل كل المشاكل الصحية إن شاء الله. طب إزاي ناكلها نية ولا ناكلها مطبوخة، وإزاي أطبخها بالطريقة الصح؟ بس قبل ما أتكلم على الخضار، خلينا نشوف المخلل اللي إحنا عملناه مع بعض بقاله أسبوعين تقريبا، يعني أو 10 أيام، أشوفه لونه حلو إزاي، المية حلوة إزاي. ده كان مخلل الليفت، طلع رائع، تحفة وطعمه حلو قوي. طلعت لكم شويه كده عشان يبان اكتر. الميه دي هستعملها بعد كده طبعا، طول ما هي رايقه وحلوه كده بشيل المخلل منها واحطه في الثلاجه، او تجهزوه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. اندن الميه دي هاخدها احط فيها بقى مخلل تاني، واعمل فيها ممكن مره واثنين وثلاثه، لحد لو عملت بكتيريا خلاص لقيت عليها اللون الابيض، ذاتس ات، مش هعمل بيها تاني. بس طول ما هي رايقه كده انا ممكن استعملها مرات كتيره قوي. ادي اول حاجه. طب نحكي بقى على الخضار. اول حاجه الاوراق الخضراء اللي هي سهله الهضم، اللي هي بقدونس، كزبره، خس، شيكوريا، كل الحاجات دي، والاوراق العطريه، زعتر وغيره، كل ده انا ممكن احطه على السلطه، بس مع وجود ماده دهنيه، يعني زيت زيتون طبعا، الافضل يكون زيت زيتون بكر، والليمون. ده بيساعدني على امتصاص كل الفيتامينات والمعادن الموجوده فيها، وهي سهله الهضم والامتصاص. اوكي، ده بالنسبه للسلطه. غير كده بقيت طبعا الخيار بيتحط مش مطبوخ طبعا. غير كده الحاجات التانية كلها تحتاج الى طبخ. منها اول حاجة الطماطم، هتفاجئوا ان الطماطم طبخها بيضاعف لي القيمة الغذائية اللي فيها. فيها حاجة اسمها ليكوبين، فيها حاجة اسمها لوتين، كل دي تحتاج درجة حرارة عالية عشان تطلع فيها وجسمي يستفيد منه، ومادة دهنية كمان. سواء انا محتاجة لها زيت، ممكن اعملها في زيت، كل ده هعمله في اخر الفيديو، هتشوفوا ازاي جهزتها. فانا محتاجة ان انا اطبخها. فاكرين الطماطم المسبكة اللي طلعت عليها كتير كلام ان دي بتسبب الامراض، وما تاكلوش الحاجات اللي طماطم لما تتطبخ مع السمن والزيت، طبعا لو سمن طبيعي يعني. This is the perfect way عشان جسمي يستفيد الماكسيمم من الطماطم، وتكون علاج ان انا اكلها بالطريقه دي. فما احطهاش على السلطه، لا يستحب ان انا احطها على السلطه، ولو حطيت احط حاجه بسيطه قوي، يعني اتعودوا على كده. السلطه مش معناها طماطم، بلس ان انا في الشتاء مش لازم خالص استعمل الطماطم، لما الجو بيبرد ومش الموسم بتاعها يفضل ان انا ما استعملهاش، استعمل بقى الصوص اللي هي جاهزه، اللي كانت يعني اللي معموله ومتعبيه قبل كده. دي حاجة اوكي اللي هي بتتباع وبتكون في حاجة ازاز طبعا مش في كان. ده بالنسبة للطماطم. احط مع الطماطم بقى كل الحاجات الملونة، الفلفل الملون نفس الكلام، احتاج احمره شوية مع، يعني اعمله سوتيه شوية مع اي مادة دهنية. الجزر نفس الكلام، الاحسن منه، بس انا لو حطيته مثلا مبشور شوية منه على سلطة اوكي، لو عملته عصير بيمشي حاله، بس احنا بنقول الماكسيمم من الفايده يحتاج يبقى سوتيه كده شويه على النار. نيجي للبروكلي. البروكلي ما ينفعش يتاكل طازه خالص، صعب امتصاصه وصعب هضمه، ومش هستفيد من المواد اللي فيه. فالطريقه تحضيره في اخر الفيديو برده، بس لازم تكون انتهي باللون ده، لازم يكون اخضر كده شويه، سوفت، ما بين سوفت وما بين انه هو يعني كرانشي كده شويه، بين الاثنين. اوكي، ادي بالنسبه للبروكلي. اجي على كل الكرنب بقى وعيله الكرنب، هل احطه على سلطه طازه؟ يفضل انه يبقى مطبوخ. مطبوخ ده اللي هو البراسل، اللي هو الكرنب الصغير، الاقي اللون نفس لونه اخضر موجود بس بقى سوفت كده، معناه انه سهل الامتصاص وكمان لسه محتفظ بقيمته الغذائيه كتير قوي. طيب بقى لو انا دلوقتي يعني هخسر شويه من الفيتامينات، بس انا هكسب المعادن، يعني انا المعادن مش هقدر امتصها وهي في الحاله الرو، وهي في حالته ني كده، الجسم مش هيقدر يتعامل معاها. فالاحسن ان هو يكون مطبوخ. الفيتامينات هاخدها معظمها من السلطه. اوكي، سو كمان في مواد فعاله تانية هي محتاجه نفس الكلام. طب ايه احسن طريقه ان انا اطبخه بيها؟ ان انا اعمله شوربه. كل الخضار ده اللي انا حكيت عليه، اني اعمله شوربه يكون فيها ماده دهنيه، حاجه بسيطه، حته زبده احطها في الاخر مثلا، او اعمله سوتيه بيها وبعدين اكب الشوربه، يبقى كده اصدان خلاص اتعمل. اور
اضيف في الاخر شويه زيت زيتون عليها، طبعا هحط ليمون على الشوربه. عندي كل حاجه موجوده كده، بلس ان كل حاجه هي دابت في الميه موجوده في الميه اللي انا هشربها، فده بيكون رائع وبيرفكت. يبقى الشوربه هي احسن حاجه احط فيها اكلي، يغلي دقيقه لدقيقتين ماكسيمم. ده فيري جود. عيله الكرنب بقى كلها زي ما قلنا، الكرنب، البروكلي منهم، الارنبيط، كل دول يحتاجوا طبخ حاجه بسيطه، اما في ماده دهنيه ومعاهم بعد كده شويه ميه، ويبقوا كده زي ستيمد لمده دقائق، خلاص اتس دان، او احطهم في شوربه او اطبخهم باي طريقه. السبانخ بقى، نيجي للسبانخ والتشارد اللي هو السلق. اجي كمان لغير التشارد، هنا عندنا الكيل وعندنا المسترد، اوراق المسترد. كل الحاجات دي فيها اوكزاليت عاليه قوي، ماده الاوكزاليت بتبقى مرتبطه كمان بالمعادن، ببعض المعادن، فانا محتاجه اني انا افكها، فده محتاجه طبخ. فالسبانخ الاحسن تكون مطبوخه مش في السلطه. قليص البيبي سبينتش هي بتكون فيها نسبه الاكزاليت قليله، فبيمشي حلها البيبي الصغيره اللي هي اوراقها صغيره، بس برضو لو مطبوخه هتبقى احسن، وعايزه فيها ماده دهنيه كمان. سو لو انا طبختها وعليها زيت زيتون او شويه زبده از بيرفكت، ما تطبخهاش لحد ما لونها يموت، لازم يكون لونها لسه اخضر، اذا كان كيل او سبانخ او اي حاجه، مش احسن تكون في السلطه. هاخد منها الكالسيوم والحديد ومعظم المعادن، اضعاف الجسم هيستفيد منها، بلس ان انا لو حطيت عليها شويه من الليمون بعد كده وشويه زيت الزيتون اتس بيرفكت، عشان خاطر الاوكزاليت ما ياثرش عليا. ذيس از ذا واي ان معظم الاكل لازم يكون مطبوخ، الا اكل قليل قوي اللي هو هاخد منه الفيتامينات. طبعا الفاكهه مش مطبوخه، دي حاجه حلوه قوي. نيجي للحاجات الارضيه بقى، اللي هي الجذور اللي تحت الارض، زي الجزر. احنا قلنا الجزر كمان لازم يتطبخ شويه. ال الليفت الجميل انا اشتريته مع اني ما كنتش عاوزه ليفت، بس ما قدرتش الشكل ده ما قدرتش اسيبه، واشتريت كتير من كتر ما هو شكله حلو قوي وصغير. الليفت، الجزر، البطاطس طبعا احنا عارفين، والبطاطا تبقى مطبوخه افضل. كمان ايه تاني بيكون تحت الارض؟ البنجر. كل ده في حاله الطبخ بيكون رائع، اللي هو الطبخ السلق الخفيف ليه بيكون رائع ومحتفظ بمعظم معظم المعادن، ما بنخسرهاش طبعا، احنا بنخسر الانزيمات وبعض الفيتامينات. اوكي، وطبعا انا لو عملته في الاول والاخر، عملتهم الحاجات اللي هي الجذور دي عملتها مخلله، انا ضعفت كل حاجه واحتفظت بكل حاجه حتى الفيتامينات. فعشان كده المخلل انا عملت له اكتر من حلقه، المخلل البيتي اللي احنا عاملينه بالملح الحلو بس، ده رائع رائع رائع. احنا لو عملنا فيه حلقات مش هنكمل على البكتيريا اللي فيه والفوائد اللي فيها، بلس تخمير القمح طبعا اللي احنا حكينا عليه، بالطريقه دي بيطلع منه بكتيريا رائعه بتحل معظم مشاكل الجسم. فده بالنسبه لكل انواع الخضار تقريبا. لو في خضار تاني انا نسيته اكتبه لي وهرجع اتكلم عليه تاني. يبقى يا اما تخليل، يا اما شوربه، يا اما سوتيه كده بسيط. البصل والثوم كنت هنساهم. البصل سوتيه برضو بسيط بيطلع حلو، بستفيد منه اكتر ما هو رو، بس لو انا استعملته رو هاخد منه حاجات تانيه. اوكي، هستفيد من حاجه تانيه منه، فممكن على السلطه شويه. في الطبخ ما موتهوش في الطبخ، يعني اهم حاجه الحاجات ما تقعدش كتير قوي تطبخ معانا. اوكي، التومه اخر حاجه بعد ما انا طبخت والاكل خلص كده الحمد لله وقفلت النار، احط التومه واغطي عليه، هو ده الماكسيمم فايده اللي هستفيدها من التوم ان شاء الله. التوم اقطعه واخليه حوالي 5 دقائق كده قبل ما احطه للطبخ، بيطلع منه الماده الفعاله بتاعته، بستفيد منها الماكسيمم بالطريقه دي. اوكي، تقطيعه احسن، واني اسيبه شويه 5 دقايق. البصل ايميديتلي بعد ما اقطعه اطبخه او احطه على السلطه وقت الاكل ايميديتلي. اوكي، ما انساش الماده الدهنيه اللي انا هحطها في كل حاجه، عشان الفات سولوبل استفيد منها، الحاجات اللي هي بتدوب في الدهون يبقى هستفيد منها هي كمان، والليمون. ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو ده، اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله. هحط لكم جنبه على طول دلوقتي طريقه الطبخ. لازم الميه تغلي الاول، ده كتير هيخلي الخضروات ما تفقدش قيمتها الغذائيه. بعد ما تغلي، ده بالنسبه للبروكلي. شوفوا بقى، عدوا بالظبط وهي هي غلت، كانت بتغلي اوريدي، عدوا بالظبط نص دقيقه لدقيقه بالكتير، وبعدين اطلعها. طبعا اتاكد كلها في الميه، هفقد جزء بسيط اللي هو هينزل في الميه، بس مش مشكله، لكنها كده سهله الامتصاص وبستفيد منها احسن.
حطيتها في ال20 ثانية. خلاص كده دقيقة و20. That's it. Perfect. هو ده اللي أنا عاوزاه. واللون الطماطم بقى، الفلفل الملون، الكابج، كل انواع الكرنب بكل انواعه، شوية الطريقة الحلوة دي، واطبخه طبخ خفيف. الزيت طبعا عشان انا حاطه زيت زيتون لازم تكون النار هادية قوي. ممكن احط معاه قليل من السمنة، يعني الزبدة كمان بتتحرق، يعني السمنة اللي هي الزبدة اللي احنا شلنا منها المية، غليناها لحد ما تحولت لسمنة، شوية منها بتخليلي يعني ما يتحرقش احسن. المرحلة دي كويسة للطماطم كده، هي بقت مور سوفت، بقت طرية كتير. خلاص كده معقولة قوي. ممكن اطبخ اكتر من كده بقى، لو انا هضيف رز اضيف اي حاجة اطبخ بيها مفيش مشكلة. الجزر كده خلاص ماكسيمم، يعني اخر حاجة للجزر كده.